Hello and welcome to the 7 o'clock news from Bahrain International with me, Keith Johnston. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa today patronised this Commemoration Day ceremony, which took place at Sakir Palace in the presence of His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Premier Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Upon his arrival, His Majesty was received by the Bahrain Defence Force Commander-in-Chief, Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, the Commander of the National Guard, Lieutenant General Sheikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, and the Minister of Interior, Lieutenant General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa. Following the recitation of the verses from the Holy Quran, a shot was fired, marking a minute of silence. Then the band played The Last Post. Then the head of the Sharia at the Court of Cassation, Sheikh Adnan Al-Ghatan, delivered a speech and a prayer for the martyrs. Sheikh Adnan then recited verses from the Quran, and then a number of fighter jets belonging to the Royal Bahraini Air Force performed a flyby as a tribute to the martyrs. في هذه اللحظات مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يصل الموكب السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. ترافقه كوكبة من الخيال، إلى موقع الاحتفال في قصر الصخير العام. سلام لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم وقد أطلقت المدفعية الآن طلقة لإعلان دقيقة صمت وستنتهي دقيقة الصمت مع الطلقة الأخرى ليتبعها عزف لحن الرجوع الأخير Thank you.
الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظكم الله ورعاكم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، جنود الوطن البواسل الأبطال، الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد شكر الله تعالى نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله وأيده، الذي خصص هذا اليوم 17 من شهر ديسمبر من كل عام يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن، فتحية إجلال وإكرام ملؤها المحبة والافتخار لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن دينهم وأوطانهم وذودا عن شرفهم وحقوقهم وشرعيتهم. وفي هذه المناسبة الجليلة نرفع أكف الضراعة والأيدي إلى المولى العلي القدير ونقول داعين: اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات، نسألك اللهم بأن تتقبل شهداءنا الأبرار، اللهم أدخلهم الجنة مع عبادك المقربين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم وأسكنهم الجنة بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واجمع بينهم وبين أهلهم وأولادهم ومحبيهم في جنات النعيم، اللهم اربط على قلوب أمهات وآباء الشهداء، اللهم آمنا في وطننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أعزه وأطل في عمره وأحسن عمله، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم بارك له في أهله وأولاده وذريته، اللهم وفق لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف، اللهم اجعله سبباً لحقن الدماء واجتماع القلوب، اللهم اجعله إماماً للتسامح والتعايش والتآخي والتحاب، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أرادنا وبلادنا البحرين وبلاد الحرمين الشريفين وخليجنا وجيشنا ورجال أمننا بشر وسوء وفتنة فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أدر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم انصرنا على من عادانا وبغى علينا يا سميع الدعاء، اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا وجنودنا البواسل المرابطين الذين يحاربون الآن عدوك وعدوهم، اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وأنزل سكينتك عليهم، اللهم أعدهم إلى وطنهم وأهلهم سالمين غانمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص جمعان سلاح. بعد ذلك مرت عدد من الطائرات المقاتلة من سلاح الجو الملكي البحريني تعبيرا عن الوفاء لشهداء الواجب. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالتوجه إلى موقع الصرح لسقي فسيلة النخلة. السلام عليكم. تفقد حرس شرف سيد. Then His Majesty the King irrigated the palm tree that represents a symbol of life. Marking the occasion, His Majesty the King gave a statement in which he expressed pleasure in celebrating the third anniversary of Commemoration Day, which is a national occasion that honours the kingdom's martyrs. Those faithful and courageous men of Bahrain who sacrificed their lives for their country and the nation by responding to the call of duty. His Majesty went on to say that the 17th of December of every year is an occasion that will always be remembered in Bahrain's national march and will represent a source of pride in the sons of Bahrain who sacrificed their lives defending righteousness and the security and sovereignty of their country. His Majesty expressed the kingdom's pride in all martyrs and their families for the sacrifices in order for Bahrain's flag to remain high among countries of the world. His Majesty also expressed thanks and appreciation for the national stances which citizens have demonstrated in recognition of the martyrs, which reflects their unity and determination to respond to the call of duty and to defend the country without hesitation. His Majesty prayed to Allah Almighty to rest the souls of the martyrs in eternal peace. His Royal Highness the Crown Prince then headed to the National Charter Monument, where he welcomed senior officers on the occasion of Commemoration Day. During the meeting, His Royal Highness affirmed that His Majesty the King's honouring of the martyrs of duty and their families, which coincides with the National Day, remains a reminder of the sincere patriotism and the sacrificing of their lives for their duty. His Royal Highness prayed to Allah Almighty to rest the souls of the martyrs in peace. For their part, the senior officials congratulated the wise leadership and the people of Bahrain on the occasion of the National Day, hailing the generous gesture of His Majesty the King to mark Commemoration Day, praying to Allah Almighty to maintain Bahrain's stability and security under its wise leadership. Thank you.
Malaysian Prime Minister Dato' Mohamed Najib Abdul Razak left Bahrain yesterday following an official visit during which he met His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. The Malaysian Premier attended the ceremony which is being held to celebrate the National Day and the 18th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne. He also visited the Economic Development Board, the EDB, and other sites in the Kingdom of Bahrain. He was bidden farewell at Bahrain International Airport by the head of the Mission of Honour Transport and Telecommunications Minister Kamal bin Ahmed Mohammed and other officials. Under the patronage of the Royal Guard Commander, His Highness Brigadier General Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, the Commemoration Day ceremony was held today at the Royal Guard of Bahrain Defence Force in the presence of the Royal Guard Special Force Commander, His Highness Major Sheikh Khalid bin Hamad Al Khalifa. Following a recitation of verses from the Holy Quran, a shot was fired, marking a minute of silence. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم الآن دقيقة صمت على أرواح الشهداء Then the band played The Last Post.
لأرواح الشهداء مع العميد الدكتور محمد بجندل. The religious leader delivered the martyr's prayer. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك اللهم ولا نكفرك ونترك ونكفر من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم ارفع درجاتهم في عليين يا رب العالمين. اللهم اجعل الأمن في ربوعنا والسلامة من حظنا، واحفظ يا مولانا مليكنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. The Royal Guard commander then watered a palm tree symbolizing eternal life. Then His Highness Brigadier General Sheikh Nasser delivered the following speech. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا اليوم في هذا اليوم المشرف العظيم بيوم الشهيد نستذكر فيه أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لأجل ما ترونه اليوم. ما نراه اليوم هو الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة تحت ظل القيادة الرشيدة بسواعد رجالها الأبطال. فاليوم يا رجال يوم نعتز فيه ونفتخر فيه، متمنين أن نكون نحن هؤلاء الأبطال الذين يضحون بروحهم فداء لهذا الوطن. نستذكر أبطالنا معنا في ساحات المعارك وكأنهم متواجدين اليوم معنا. منهم من شهدناهم يقاتلون معنا في صفوفنا لأجل الدين والحق، ومنهم من خلد ذكرهم في معارك مملكة البحرين السابقة، معارك مملكة البحرين التي أدت إلى البحرين اليوم، إلى البحرين المزدهرة المتقدمة. ففي طبيعة الحال يا أخوان، الوطن والدولة العظيمة تنمو بقيادتها الرشيدة وبسواعد أبطالها. هناك من يضحي بروحه ويدافع عن دينه وحقه داخل وخارج المملكة لأجل الآخرين، لأجل أن ينعم الآخرين، لأجل أن تعيش الأهالي بسلام ورغد. الله يبشرنا إن شاء الله بالانتصار القريب، والله يبشركم إن شاء الله بالفوز، ويبشركم إن شاء الله برؤية جنودنا المرابطين. الله ينصركم ويثبت أقدامكم في ساحات المعارك بإذن الله. وفي هذه المناسبة يا إخوان، قررنا أن ندشن مشروع مزرعة الشهيد بالحرس الملكي، وهذه المزرعة ذرة من الشكر والامتنان والعرفان لصبر الأهالي وبفداء هؤلاء الشهداء. فهذه المزرعة يا إخوان راح بإذن الله توفر كل احتياجات أسر الشهداء على مدار السنة. فنتمنى من أسر الشهداء قوة الدفاع أن يتقبلوا منا هذا الإهداء البسيط جدا، وشكرا. The Royal Guard commander inaugurated the Martyrs Forum project in the presence of the martyrs' families.
The Speaker of the Representatives Council, Ahmed bin Ibrahim al-Mulla, hailed the speech of His Majesty King Hamad bin Isa al-Khalifa, which he delivered on the occasion of the National Days and the anniversary of His Majesty's accession to the throne. Al-Mulla affirmed the commitment of the Representatives Council to implement the royal directives delivered in the speech of His Majesty the King. He also affirmed that awarding medals to honorees reflect the kingdom's appreciations to the contributions of the citizens and will motivate them to exert more efforts to achieve comprehensive development in the kingdom. The chairman of the Shura Council, Ali bin Salah al-Saleh, expressed pride in the speech of His Majesty King Hamad bin Isa al-Khalifa and the comprehensive national implications it carried. He affirmed that the speech will encourage citizens to intensify their efforts to reach comprehensive, sustainable development and fulfil the aspirations of the government. He affirmed the support of the Shura Council to all development plans and programmes to gain more achievements on the national level. The ambassador of the Kingdom of Bahrain to the United Kingdom, Sheikh Fawaz bin Mohammed bin Khalifa al-Khalifa, hosted a reception and luncheon on the occasion of the Kingdom of Bahrain's national celebrations held at the Lancaster Palace in London. The reception was attended by the Minister of State for Europe and the Americas, Sir Alan Duncan, Minister of State for International Development, and Minister of State for the Middle East and the Foreign and Commonwealth Office, Alastair Burt, Parliamentary Undersecretary of the State of the Ministry of Defence, Tobias Elwood, former Minister of State at the Foreign and Commonwealth Office and current Chairman of the Conservative Party Council for the Middle East, Hugo Soir, the former Chief of the Defence Staff, David Richards, a number of prominent British government officials and guests. In his speech, the ambassador hailed the historic bilateral relations between the Kingdom of Bahrain and the United Kingdom for more than two centuries, adding that the friendship between the two kingdoms has been based on common values and principles, working to promote peace and prosperity, tolerance and respect for cultures, religions and beliefs. Sheikh Fawaz also expressed the pride of the Kingdom of Bahrain in the advanced level reached by the two relations between the two kingdoms in various fields, which is in the interest of both countries and peoples. The Minister of State for International Development and Minister of State for the Middle East and the Foreign and Commonwealth Office expressed the UK's pride in the friendship between the two countries, not only between the two governments, but also between the peoples of the two countries. The event included an exhibition of paintings by Bahraini students studying in Britain and Bahraini folk food. The Bahrain Tourism and Exhibitions Authority participated in the celebrations of the embassy through its entertainment and promotional programmes at the Lancaster Palace. In addition to the participation of the military band of the Ministry of Interior, which affected the ceremony with its melodies and its Bahraini roots, winning the admiration of the audience.